ثلاثة، حرب الاستنزاف في تركيا، مآسي اسطنبول. اسطنبول المدينة الساحرة الرائعة بقت دلوقتي موجودة باستمرار في صدارة نشرات الأخبار باعتبارها مدينة الإرهاب والمآسي. كل شوية من مطار أتاتورك إلى ميدان تقسيم إلى أحداث مختلفة، بتبدو اسطنبول أنها أصبحت بدل ما كانت عنوان للسياحة والاستقرار والجمال أصبحت عنوان على الأحداث الإرهابية المتعاقبة. قبل حادث الكنيسة البطرسية بعدة ساعات وقع حادث مؤلم أيضا في إسطنبول، تفجيرين الفرق بينهم 45 ثانية. كان في ماتش كرة قدم بين فرقتين كبار في الدوري الممتاز التركي، وبعدين خارج الاستاد حصل تفجير استهدف عربية الشرطة اللي هي خاصة بمكافحة الشغب، وبعدها ب 45 ثانية حصل تفجير تاني. الضحايا 44 من الأبرياء. إذا اسطنبول عاشت ليلة مأساوية هي الأخرى نتيجة حادث إرهابي مزدوج، الفرق بين التفجير الأول والتاني 45 ثانية. بعد ما كانت اسطنبول لمدة طويلة جدا عنوان على التحضر وعنوان على الرخاء وعنوان على الجمال والمظهر البديع لمدينة رائعة، بقت للأسف موجودة في صدر نشرات الأخبار باعتبارها عنوانا للإرهاب المتقطع.